تتابع وزارة الداخلية من خلال إداراتها المختلفة سلسلة من الحملات التوعوية في مجالات متعددة بما يسهم في تنمية الثقافة الأمنية وزيادة الوعي لدى المواطنين، ومن بين هذه الحملات تلك التي أطلقتها قبل عام تقريبا إدارة تنفيذ الأحكام تحت عنوان تجنب. ترسيخا لمبدأ الشفافية ونشر الوعي بين كافة فئات المجتمع، وبناء على تعليمات سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وصلت الإدارة الحملة التوعوية تجنب، والتي تستهدف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لتوعية أفراد المجتمع من أجل تجنب المساءلة القانونية والآثار السلبية التي قد تنجم أثناء التعاقد، كتجاهل قراءة العقد، عدم الالتزام به، تجاهل الحضور إلى المحكمة في حال تم التبليغ بذلك، تجاهل الاستشارة في حال عدم الإلمام بإحدى فقرات أو بنود العقد، والتعامل مع الجهات غير المرخصة. طبعا حملة تجنب تقريبا صار لها ما يقارب العام، واستهدفت أغلب الجامعات الموجودة في مملكة البحرين. تقريبا قطينا 70% من الجامعات الخاصة والعامة اللي موجودة في مملكة البحرين، وجاءت تعليمات سعادة مدير الإدارة باستهداف هذه الفئة، فئة الطلبة، طلبة الجامعات، لأن لوحظ من خلال الإحصائيات الموجودة عندنا أن أغلب الأشخاص اللي تصدر عليهم الأحكام من الفئة العمرية من 19 إلى 25 سنة، وهما هذه طلبة الجامعة. وبعد الانتهاء من تغطية الجزء المتبقي من الجامعات سيتم نشر الوعي في المؤسسات والهيئات الحكومية، ونغطي أكبر شريحة من المجتمع إن شاء الله. مضمون ما جاء في حملة تجنب هي 5 بنود. أول بند هو تجنب تجاهل قراءة العقد، فنوضح حق الجمهور أهمية قراءة العقد قبل إبرامه، وكذلك تجنب عدم الالتزام بالعقد، ونوضح لهم أيضا بأن يجب عليهم بالالتزام، وتوضيح لهم الحلول في حال عدم مقدرتهم للالتزام بالمبادرات والحلول مع الجهات الأخرى. في النقطة الثالثة أيضا نوضح لهم تجنبهم بتجاهلهم لأي اتصال يرد لهم في الجهات الرسمية، إن ما يتجاهلون هاي الاتصال يردون عليه ويبحثون في الموضوع نفسه. في البوينت الرابع أيضا نبين لهم تجنبون تجاهلهم الاستشارة القانونية في حال قبل إبرام العقد، يجب عليهم الاستشارة القانونية في حال عدم معرفتهم لأي بند أو أي شرط متواجد في العقد. وأخيرا نوصل رسالتنا لهم بأن يتجنبون عدم التعامل مع الأماكن الغير مرخصة. وطبعا احنا مستمرين في حملتنا لإيصال هذه الرسالة إلى كافة شرائح أنواع المجتمع. وقد شهدت الحملة التوعوية تجنب تجاوبا وتفاعلا من جانب الحضور، حيث تمت الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة والاستفسارات ذات البعد القانوني، بما يسهم في المحافظة على المركز القانوني للأفراد وحمايتهم من أي مخالفات. أكثر نقطة بالنسبة لي مهمة شخصياً أن تجنب عدم قراءة العقد جيداً قبل التوقيع عليه، لأن صج وايد نجهل، خصوصا في شركات الاتصال وايد كنا نجهل ان نقرا العقد وسيدا نوقع عليه. لازم ان احنا نقرا كل بند في العقد ونوافق عليه بعدين نوقع. وايد استفدنا من هاي المحاضرة، المحاضرين عطونا توعية عن كيفية توقيع العقود، وان احنا لازم نقرا العقد قبل لا نوقع عليه، ولازم نلتزم بالعقد قبل الله نوقع، يعني لما نوقع عليه لازم نلتزم فيه، ولازم ما نتجنب نرد على اتصال جهات رسمية، ولازم نتابع الموضوع إذا صار علينا أي قضية أو أي شيء لازم إن احنا نتابع الموضوع. أوجه شكر وامتنان لجامعة الخليج العربي وإدارة تنفيذ الأحكام على هذه المحاضرة الجميلة المفيدة التي فادتني وفادت أخواني وأخواتي الطلبة، التي بينت أهمية الاستشارة وبيان الأحكام المدنية وفائدة العقد والالتزام وقراءته جيدا. وتعد الجهود التوعوية ركنا أساسيا في العمل الأمني، ولذلك فإن كافة إدارات وزارة الداخلية تولي هذا الجانب أهمية كبيرة في خططها وبرامجها ضمن منظومة متكاملة من الشراكة المجتمعية
تعد أساساً لتحقيق الأمن الشامل.